مشاهدينا اهلا بكم الى فقره رياضه اليوم التي نبدا كما العادة من المغرب، حيث فاز فريق اتحاد طنجه على مضيف حسنيه تكادير بثلاثه اهداف مقابل هدف واحد في المباراه التي جمعت بينهما اليوم الجمعه على ارضيه الملعب الكبير باكادير برسم منافسات الجوله العاشره من البطوله الاحترافيه اتصالات المغرب. وافتتح نتيجه التسجيل فائده الحسنيه نور الدين الكرش في الدقيقه 31 قبل ان يتعاقب على تسجيل اهداف فريق اتحاد طنجه، كل من رفيق عبد الصمد في الدقة 67 وبدر كشني في الدقيقة 78. هو الهدف الذي أثار احتجاجات كبيرة من طرف لاعبي الحسنية بدعوى أن الكرة لم تتجاوز خط المرمى، قبل أن يضيف عادل المرابط الهدف الثالث عبر ضربة جزاء أخرى في الدقيقة 8 من الوقت المحتسب بدل الضائع. وارتقى فريق اتحاد طنجة عقب هذا الفوز إلى المركز الثاني بمجموع 18 نقطة، إلى جانب بفريق اتحاد الفتح الرياضي وبفارق نقطتين وراء الوداد المتصدر. أما فريق حسنية تكادير الذي مني بلازمة الثالثة على التوالي فقد تجمد رصيده عند 14 نقطة وظل مؤقتا في المرتبة الرابعة. ضربة جزاء يقول الحكم شادو، هذه محاولة تحضير تصويب وهدف، هدف لصالح فريق اتحاد طنجة. إلى كرة القدم الأوروبية الآن، والبداية من إسبانيا، حيث قرر الاتحاد المحلي لكرة القدم استبعاد فريق ريال مدريد من مسابقات كأس ملك إسبانيا بصفة رسمية بعد الخطأ الإداري الذي وقع فيه الفريق الملكي بإشراك لاعب موقوف في المباراة أمام قادس في ذهاب دور سدوس عشور النهائي والتي فاز فيها الريال بثلاثة أهداف لواحد. وقام بالدفع باللاعب الروسي دينيس تشيرشيف من بداية المباراة، رغم أنه كان من المفترض أن يطبق عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة بعد تلقيه ثلاث بطاقات صفراء مع فريقه السابق فياريال، مما يعني أنه لا يجب مشاركته في المباراة الأولى من البطولة، وستتاح للريال مهلة من أجل الطعن في القرار أمام لجنة الاستئناف. فريق ريال مدريد الذي قال مدربه رافائيل بينيتيز اليوم أنه يسعى لنسيان واقعة مباراة قادس في كأس ملك إسبانيا والتركيز على مباراته يوم غد في الليغا الإسبانية التي سيستقبل من خلالها نادي خيطافي. وقد خسر ريال مدريد مرتين في آخر ثلاث مباريات في الدوري الإسباني من ضمنها الكلاسيكو أمام برشلونة، مما تسبب بتراجع النادي الملكي للمركز الثالث. هذا وتميزت الندوة الصحفية اليوم بتجنب بينيتيز الإجابة عن أسئلة حول مباراة كأس ملك إسبانيا رغم طرح الصحفيين السؤال خمس مرات. دائما عندما أقرأ أي شيء أقوم بتحليله، أما في قضية مباراة قادس في كأس الملك لا أستطيع فعل ذلك. أنا أركز لتجهيز الفريق لخوض مباراة خطافي، هناك عدة طرق لتحليل الوضع، لكن أنا أستطيع أن أقول أن الذي حصل كان صحيحا وهذا كاف. من جهته يستعد برشلونة لمباراة القوية يوم السبت أيضا أمام فالنسيا بقيادة المدرب الإنجليزي الجديد غاري نيفيل لاعب مانشستر يونايتد السابق. كان برشلونة بقيادة المدرب لويس إنريكي قد فاز بآخر سبع مواجهات في كل البطولات، وهو يتصدر الدوري الإسباني الآن بفارق أربع نقاط عن المطرد أتلتيكو مدريد، علما أن لاعب الفريق الكتالوني سجل 28 هدفا في آخر سبع مواجهات فقط. ستكون المواجهة كما كانت أمام ريال سوسيداد، سنلعب أمام فريق بمدرب جديد، سنحلل طريقة لعبهم وندرك أن المواجهة ستكون صعبة. كل المواجهات التي نلعبها أمام فالنسيا معقدة، هو فريق كبير كله لاعبون شباب ويتحلون بجودة عالية. و
وفي انجلترا سيكون مانشستر سيتي مرشحا للاحتفاظ بالصدارة عندما يحل ضيفا على ستوك سيتي يوم السبت في المرحلة 15 من الدوري الممتاز، فيما يخوض ليستر سيتي نزهته الأخيرة قبل أن نختبر جديته بمقارعة الكبار. ويأمل مانشستر سيتي أن يعود من ملعب ستوك القابع في المركز 12، يأمل بنقاط 3 من أجل بقاء في صدارة أقله بفارق النقاط عن ليستر سيتي، وذلك من أجل التحضير بأفضل طريقة لمباراة الأخيرة في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل على أرضه ضد بوروشيا موشنغلادباخ الألماني، حيث سيسعى الفريق الإنجليزي لتحقيق الفوز على أمل تعثر يوفنتوس الإيطالي من أجل استعادة صدارة المجموعة من النادي السيد العجوز. حددت لجنة الأخلاق المستقلة التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جلسة استماع للفرنسي ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي للعبة، وذلك خلال الفترة بين 16 و 18 من الشهر الجاري. وقال مصدر مقرب من الفيفا في تصريح صحفي إن بلاتر وبلاتيني طلب أن يتم الاستماع إليهما وسيحصلان على ذلك، موضحا أنه سيتم الاستماع لبلاتيني على الأرجح بين 16 و 18 من شهر دجنبر الجاري. وأوقفت اللجنة بلاتر وبلاتيني في 7 أكتوبر الماضي عن ممارسة جميع الأنشطة الكروية لمدة 90 يوما بسبب دفع غير شرعي من بلاتر إلى بلاتيني عام 2011 يصل إلى $2 مليون عن عمل قام به الفرنسي لمصلحة الفيفا بين عامي 1999 و2002. وضع بورتلاند تريل بليزرز حدا لمسلسل انتصارات ضيف إنديانا بيسرز عند 6 مباريات على التوالي، وذلك بالفوز عليه ب 123 نقطة مقابل 111 ضمن منافسات الدوري الأمريكي لمحترفي كرة السلة NBA. فعلى ملعب مودا سنتر أمام 19,000 متفرج حرم بورتلاند ضيفهم من تحقيق فوزه الخامس على التوالي بعيدا عن جمهوره للمرة الأولى منذ منتصف سنة 2012، وهو يدن بفوزه الثامن في 20 مباراة إلى داميان ليلارد وسي جي ماكولوم وآلان كرابي. سجل الأول 26 نقطة مع 9 متابعات والثاني 21 نقطة بينها 8 ثلاثيات، فيما أضاف كراب 18 نقطة. That's the best three to shoot, isn't it, Quinn? It really is, because your defense is recovering back to you, and now... Lillard comes to get the ball, knocked away by Stuckey, 7 to shoot. Lillard, a three. It's tough to guard out there. يا إذا نصل إلى نهاية فقرة الرياضة اليوم، إلى اللقاء.